أخت تسأل بارك الله فيها، بتقول: فوجئت أثناء التفتيش بهاتف ابنها عنده 21 سنة بمقطع غير مناسب، مع أنه يحفظ القرآن، ماذا أفعل؟ إياك أن تواجهيه بذلك، لا تواجهيه بأنك رأيت كذا وكذا وكذا، ولكن امسحي هذه الأشياء من على المحمول الخاص به، ثم ذكريه بالله عز وجل، وقص عليه بعض القصص من حال الذين تلبسوا بمعصية الله عز وجل وتجرؤوا على مبارزته بالمخالفة في السر، وكيف كانت خواتم حياتهم. خوفيه وراغبيه ورهبيه وتلطفي معه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يهدي أولاد المسلمين.